احنا هون عندنا الربيان بعد ما قطعته، فباخذ شوي من برش الليمون بحطه على الربيان، شوي من الزيت، رشة ملح. بنبدا اول شيء بتقلاية البصل مع الثوم والزنجبيل، معلقتين كبار من الزبده، ضيف عليها زيت نباتي او زيت زيتون، كوب من البصل، فبحط عود من القرفه، حبتين من الهيل الاسود، 3-4 حبات من الهيل، حضيف خليط الربيان اللي موجود عندي هون اللي قطعناه، معلقه كبيره من بهارات المشبوس المخلوطه، الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود المطحون، نص معلقه من الهيل المطحون، اما الكركم اللي هو بيعطي اللون الاصفر، نضيف عليهم شوي من معجون الطماطم، حبه من البندوره المقشره، فحضيف هلا الرز، رح ضيف بعض المكونات الاساسيه، الليمون الاسود الباودر المطحون، وحبه من الليمون الكامل، الفلفل الاخضر الحار، شوي من الكزبره الخضراء، لتر من المي، حطيت حبات الربيان بهالشكل، رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، رش الليمون، الكزبره الخضراء، بصل المقلي، صنوبر.